Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves de la première année sciences économiques et de gestion. Inch'Allah ta'ala, ranchoufou wahed l'mjmou'a diel les vidéos qui concernent la matière diel droit. C'est pour la première fois ratchkoun f'la chaîne dielna des vidéos l'imkhsin la matière de droit. Donc aujourd'hui, on va parler sur la notion de droit. Alors, pour le mfoum du droit, donc, nous avons la définition du droit. Donc, le droit, c'est l'ensemble des règles s'appliquant à tous les individus de la société et il doit être respecté sous peine d'encourir une sanction. Il y a le droit. واحد المجموعه من القواعد اللي كتطبق على جميع لي زانديفيدو جميع الافراد داخل واحد المجتمع معين واذا ما تمش الاحترام ديال ديك القواعد القانونيه داخل داك المجتمع كتطبق الجزاء او العقوبه في حق الافراد اللي ما التزموش بالقواعد القانونيه داخل المجتمع الهدف من الدروا هو تنظيم العلاقات بين الأفراد اللي كيعيشوا داخل واحد المجتمع معين. إذن نعود إلى ديفينيسيون ديال الدروا. سي لونسومبل دي ريغل سابليكون ا تو لي زانديفيدو دو لا سوسيتي. يعني كتكون يعني هاد لي ريغل دو دروا هاد القواعد القانونية كتطبق على جميع الأفراد اللي كيعيشوا داخل المجتمع بدون استثناء. إذا القانون كيشمل جميع الأفراد، إذا لا أحد فوق القانون. إيل دو إتخو ريسبكتي بيان سيو. اللي ما احترمش القواعد القانونية اللي منظمة العلاقات داخل المجتمع راه كيتعرض بطبيعة الحال للعقوبة الجانبية للعمل. نشوفوا دابا لي كاركتيريستيك أو لي كاركتير دي ريغل دو دغوا، الخصائص ديال القواعد القانونية باش كتميز هاد القواعد القانونية وشنو هي الخصائص ديال القواعد القانونية. من بين أهم الخصائص أو لي كاركتير ديال لي ريغل دو دغوا إيسون أوبليغاتوار، يعني ملزمة. القواعد القانونية ملزمة للجميع. دونك لا ريغل دو دغوا علاش كنقولو أوبليغاتوار؟ على كار إيل سامبوز، كتطبق على جميع لي بيرسون، على كاع الافراد في المجتمع، وخاص جميع الافراد يحترموا ديك القواعد القانونيه. واذا لم ما تمش الاحترام ديال ديك القواعد القانونيه راه كيتعرض الشخص للعقوبه. دونك هذه اصلا ممكن ديجاجيوها من لا ديفينيسيون ديال لو دووا. دونك نعقلوا عليها لي كاركتير او لي كاركتيريستيك دي ريغ دو دووا. لا بروميير كاركتير سو لو بروميير كاركتير ديال ريغ دو دووا ils sont ديال لي ريغ دو دووا ils sont obligatoires يعني ملزمه. ثاني حاجه او الخاصيه الثانيه الي جينيرال، عامه. جينيرال عامه يعني ما معيناش الفرد معين. اذا ما كنخرجوش واحد القانون او واحد القاعده قانونيه لشخص معين، وانما كتطبق على جميع الافراد. il s'applique à tous les citoyens. Donc la règle de droit est de général, car il s'applique à tous les citoyens. Il n'est pas fait pour régler des cas particuliers. On dit qu'il est impersonnel. Mais si on a maintenant un cas, si on a un cas, on a un cas, on a un cas, on a un cas, on a un cas. Donc la règle de droit est de dire que la règle de droit est de dire que la règle de هذاك الشيء كنقولوا الي ان بيرسونيل. الا قلنا جينيرال بحال قلنا ان بيرسونيل بحال بحال. كاين اللي تيفرقها، كاين الاستاذ اللي تيفرق يدير جينيرال بوحده ان بيرسونيل، ولكن سي لا ميم شوز. ان بيرسونيل يعني ايسون القاعده القانونيه. دونك لا ريغل دو دووا الي جينيرال او لا ان بيرسونيل بحال بحال. الخاصيه الثالثه الي بيرمانونت، مستمره. دونك القاعده القانونيه المستمره يتم تطبيق القاعدة القانونية بشكل مستمر إلى حين ظهور قاعدة قانونية أخرى أو إلغاء هذاك القانون أو القاعدة القانونية
او لا تم تخلي عنها فدك المجتمع. اذا ملي كنقولوا بيرمانونت يعني هذه القاعده القانونيه راها مستمره، التطبيق ديالها كيبقى مستمر حتى كيخرج قانون جديد او قاعده قانونيه جديده او لا كيتم الالغاء ديال ديك القاعده القانونيه اللي كانت عندنا من قبل. صافي، دوك هادو هما الخصائص الاساسيه ديال القواعد القانونيه. ندوزو دابا لحاجه اخرى، غنشوفو الانواع ديال الدروا. كاين دغوا اوبجيكتيف وكاين دغوا سوبجيكتيف. بالنسبه للدغوا اوبجيكتيف، جميع القواعد القانونيه، دغوا اوبجيكتيف كاع القواعد القانونيه اللي كتنظم العلاقات ديال الافراد داخل المجتمع، بحال الدروا دو ترافاي، قانون الشغل، بحال القانون المدني، بحال القانون التجاري. اذا هادو عباره عن قواعد قانونيه تنظموا العلاقات ديال الافراد داخل المجتمع. كنتكلموا على الدروا اوبجيكتيف. اذا جميع القوانين او القواعد اللي كينظموا العلاقات داخل المجتمع هادو كيتسموا داخلين في الدروا اوبجيكتيف. الدروا سوبجيكتيف هما الامتيازات، هما الحقوق، هما الامتيازات. الدروا سوبجيكتيف هما الامتيازات اي او الحقوق، يعني سي لونسوم دي بريروغاتيف، يعني الامتيازات سي لونسوم دي بريروغاتيف reconnu à chaque individu appelé sujet de droit، يعني جميع الحقوق او الامتيازات ديال الافراد داخل المجتمع، بحال الحق في التصويت، بحال الحق في الدراسه، بحال الحق في الزواج، بحال الحق في الحمايه الى اخره. اذا ملي كنتكلموا على الدغوا اوبجيكتيف يعني القواعد القانونيه اللي خصني نلتزم بها كفرد داخل المجتمع، وملي كنتكلم على الدغوا سوبجيكتيف يعني الحقوق ديالي والامتيازات ديالي داخل داك المجتمع. صافي، دوك هادو هما الفرق ما بين لو دووا اوبجيكتيف اي لو دووا سوبجيكتيف. وغنحبسوا عند هاد الحد حتى غنشوفوا ان شاء الله من بعد دوطرو فيديو اللي غنشوف فيها الانواع ديال او لي برونش دو دووا. دونك ديسي لا كنتمنى لكم التوفيق، وجيسبر كو سيت فيديو سورا يوتيل بينيفيك بور فو. نيزيتي با على بارطاجي لو ماكسيموم بوسيبل افيك فوز امي. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.